أمال 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 وقفي وقفي خلينا نتفاهم وقفي خليني أكلمك. أرخص فيني عشان واحدة مثل هذه؟ خنتني عشان واحدة مثل هذه؟ ليش؟ أنا شنو سويت؟ لا أمال أنا ما خنتك ولا غدرت فيك ولا أرخصتك ولا سويت لك شيء. بالعكس أنا أحبك وأموت فيك. أيام كلمتك أمال. أنت أمال اهتمي فيني. أنت السبب مو أنا. قلت لك اهتمي فيني، جابليني، ديري بالك علي. كلمتك، كلمت أبوك، ما حد فيكم سمعني. عشان كذي أنا تزوجت أمال. بعدين أنا ما سويت شيء غلط ولا حرام. ما له داعي تزعلين، أنا تزوجت على سنة الله ورسوله. واللي مو مسوي شيء غلط خش على مرته؟ يخونه ويتزوج وحده عليها؟ على الأقل أعطيتني الحق إن أنا أختار أكون معاك على ذمتك ولا لا؟ لأني أحبك، لأني أموت فيك. ما أبي أضايقك وأجرحك، خفت على شعورك. لا والله. خفت على شعوري ها؟ واللي خاف على شعور مرته يقوم يخونها؟ ويتزوج وحده ثانيه على راسها؟ هذا اللي خاف على شعور مرته؟ أمانة زين لا تمشي وانتي بهالحاله خليك اتركني فواز ما ابي اشوف رقات وجهك مره ثانيه واللي بيني وبينك انتهى خلاص حتى ولدك انا ما ابي ورقه طلاقك توصلني باقرب وقت أمانة. وانا هذه حالتي الوالده كل يوم حنة بشوف ابراهيم اشتقت حق ابراهيم ولهت على ابراهيم وانا كل يوم طالع من الدوام مارها ومديها بيت خالتي تشوف ابراهيم ورادها البيت ما عندي غير هالشغله كل يوم شلون يعني بس هي يده ابراهيم يبقى انا بعد يده حفيدي المفروض انا بعد اشوفه يا ولدي شوف لي يوم علشان اي واشوف ابراهيم انا ان شاء الله يبقى انت تنورنا بس مثل ما انت عارف هال الحين من الانفاس وبيت خالتي ان شاء الله اول ما ترد كلها كم يوم وراده وتشوفها ان شاء الله عسى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عسى الله يبلغنا بعد بفؤاد وبنال ونشوف عيالهم الله كريم يا عمي اللي الله كتبه بيصير السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام شلونك يبا هلا يبا ما شلونك زين الحمد لله من الفار سوي لي قهوه توينك اليوم ما داومت الشركه يا بسام انت لازم تكون قدوه للموظفين مو على ابو انك ولد مدير الشركه تداوم على كيفك ما علي يبا اليوم كان عندي شغل بالبنك باتر ان شاء الله من الصبح تلقاني اول واحد ايش تبي بعد اي يا ولدي بالنهايه هذا حلالك لازم تدير بالك عليه ان شاء الله امول حبيبتي طمنيني عليك ادق عليك ما تردين في شيء ايش فيها امول عسى ما شر من يوم سفرة البحرين تكنسلت ادق عليها ما ترد ما ادري شنو فيها خاف تعبانه ولا مريضه زين دقي على ريها وسالي عنها قطع انا ادق على ريلها انا حالفه اصلا اني ما حاكي وبعدين ما حد مضيق خلق بنتي الا هالفواز يمه ترى فواز ولد عمي خوش ريال ويحب امول ويقدرها شفيك امول شفيك شفيك يما مامي شفيك الصاير امال يبا شفيك قولي شفيك الصاير فوازي بطلع متزوج علي حول ولا قوة نوف تعالي تعالي ما بيت شوي شفيك مستعيلة أقول كنا أمس أم منال جابت لك صندوق كذي حلو صغير عاد أنا نطرت قلت يمكن بعد شوي بنيتي تمرني شوي تطق الباب عاد يعني دارك مو بعيدة عن داري خطوتين فوق هذا مايتي بس هم ما سأت الظن أحسنت الظن فيك قلت يمكن تسوي لها مفاجأة لي باكر عاد قلت خلي ذكرتش ذكرتيني ما شاء الله زرتالي يا ماما أمي شنو؟ يا ما يعني أنت مو ملاحظة أنا أي شيء عندي تحطين عينك عليه يعني قول إيه أنا أتعطر أروح الجامعة أشوف رفيجاتي أنت والله تعطرين حق منو؟
قاعده بالزاويه هناك. ولا يارتنا هلنجيه نوفو هلا عزين علي كم عطر صدق انك جليله الحي وما تستحين على وجهك وشرها مو عليك الشرها علي انا اللي اي شيء تقولينه صفيات واسوي لك اللي تبين ما اقول له مالت عليك وعلى عطورك فوقك اخذي قشك واخذي السله يلا يلا روح سوي شغلك يلا اتا وما فيش حاجه دي كده اهدى حبيبي كده بنات اخر الزمن السلام عليكم عليكم السلام هاي ما شلون الحين شلونها بعد قطعت قلبي من كثر ما بكت قصب قنعتها تاخذ لها حبه مهدع عشان تنام لا والفقيره نامت دمعتها بعينها لا حول ولا قوه الا بالله ولد اخوك هذا ما يستحي ولا ينتخي واللي سواه مو شويه من باكر الصبح تروح حق اخوك وتعلم على سواته صدقون عاد انا ما فيني صبر لي باكر ودي اروح له الحين واكسر راسه الفواز لا يبا ما يصير تروح له وتكسر راسه انت مالك حق عليه ولا تقدر تحاسبه ها عيل تبينا نسكت ونطوف الموضوع ولا يكون راضي انت بنتك تتم على شريكه يا بنت الحلال ننطر امال لما تهدى ونتكلم معاها ويمكن البنت ما تبي تترك ريلها حق واحده ثانيه ويمكن للحين تحبه وتبيه حبه القراده هو واللي خذاها لا حبيبي انا بنتي عندها كرامه ودام هو نزل من كرامتها قدام الناس ما تتم معاه انا بنتي ياخذ عليها سكرتيره هالفوته لا اصل ولا فصل ما بقى بعد انت شنو خراب البيوت عندك سهل اللي خرب بيتها ولد اخوك مو بنتي عدل كلامك يمه احنا ما نرضى عليها خلي ترد تعيش عندنا معزه مكرمه مو هو اختار فواز خلوه يتحمل وبعدين ايش قلت له ما قلت له شيء قلت له ان مرتي عند امها اللي ردت ان شاء الله البيت ابراهيم يقدر يزورنا يا ربي بيذبحني انا هذا انت بس كله التقشمار سلمان وش فيك انت مينون مينون ابوك الحين يقول لك انا ابي اي بيتكم ابي اشوف امك انت تقول له مرتي مو موجوده شكو ايش فيك انت يمه ما قال بيشوفش قال بيشوف حفيده يعني افهم من يوم شافني الريال بالمستشفى وهو مستخف رد يبي رد حق حضن وداد افهم قاعد يقول لك كذي يقط الخيط يعني افهم انا ابي اجيكم يبي يكسر الحاجز اللي بيننا وبيننا افهم لكن وين اللي يفهم وين ماكو فيك فايده الله يهداك شلونك يمه ايش فيكم ايش فيك يمه ايش فيك سلمان ماكو ابوي كان بيزورنا عشان بيشوف ابراهيم قلت له ابراهيم بيت خالتي مع امه مينون انت احنا حصلنا ابونا يينا البيت ليش ما جبت مرتك وولدك هني ايش فيك سمعت ايش قال لك اخوك اسمع الحكي يا اثول اسمع عاد بسك تدمك تمشي ورا هذه كأنك اثول ما تحس انت بنفسك ايش فيك هذا عنب امك انا امك مصلحتنا دار مصلحه امك مصلحه امك مصلحه امك ما ادري ايش فيك صاير انت هاليومين الله يهداك ما تلقط وهي طايره ايش فيك؟ انا لو منك حتى لو ما عندي وقت اطقهم تاكسي واجيبهم. سمعت؟ خلاص يبا ما صار شيء. اكلمه باكر واقول له شوف الوقت اللي يناسبك تبي تزورنا فيه، اي بهاله وابراهيم هني ويشوف بعد ايش تبون؟ لا والله يعني يكون صايدها ها؟ شقبه؟ يعني يكون قاطع عين الديك صح؟ انت ما يعجبكم شيء؟ توك تحكي الله يهداك؟ توك تحكي؟ هذا حكي بالله؟ اسمع معقولة ممكن أخسرها معقولة ممكن تطلب الطلاق وتصر عليه معقولة تضيع مني كوب كل الحب اللي كان بيننا أنا ليش سويت كذي أنا سويت كذي من كثر أهمالها طلعاتها ومواجيبها اللي ما تخلص حتى ولدها ما تدري عنه ولا عنها ودارها
بس فوق هذا كله أنا أحبه. أنا ما أقدر أنكر هالشيء. ما أقدر أعيش بدونه أصلاً. أتمنى تهدى وتسامحني. ترد حق بيتها ومكانها. بالنهاية أنا ماني أول ولا آخر واحد يتزوج على مرته ويصير عنده بيتين. شوف يبقى الوقت اللي يناسبك وحياك مرنا البيت. والله انا اقول باكر عقب صلاه العشاء ايش رايك؟ تم البيت بيتك ومكانك. اسال الله يحفظك يا ولدي، بس على شرط ابي ولدي ابراهيم الحفيد ابراهيم يكون موجود. ان شاء الله. ما تصدق يا ولدي ايش كثر الحفيد يجيب الفرحه حق الواحد. عسى الله يبلغكم فيه. بحضورك ان شاء الله ويخليك لنا ذخر يا رب. ويحفظك يا ولدي. أنا ابنك يبا، بس عندي كم شغلة بروح أخلصهم. خذ راحتك يبا، تفضل. أنا ابنك. أقول سلمان. تفضل يبا. شوف لفؤاد بدربك، خليه يجيني. إن شاء الله، حاضر. صبحك الله بالخير عمي. صبحك الله بالنور. هلا هلا فؤاد. هلا يبا. هلا هلا هلا. آمرني تدلل عمي. ما يامر عليك عدو. أبوي أبيك تكتب شيك باسم ولدي سلمان، هذا هدية حق حفيد إبراهيم، بس ما أدري إيش كثر أكتب له. تدري الحفيد الأول ما أدري إيش كثر أكتب له، يعني 500,000؟ لا لا، اكتب له 10,000. 10,000؟ إيه يا ولدي 10,000، هذا حفيدي الأول. إن شاء الله عمي، حاضر حاضر، ما أسأل خاطرك. لا طيب، مشكور يا ولدي. إن شاء الله. تأمرني على شيء ثاني؟ ما يأمر عليك عدو، بس خلص الشيك وخلني أنا أوقعه. حاضر، أبشر، عن إذنك عمي. مشكور أبوي. واي هالناس اللي دقوا تليفون، يعني لازم التليفون تحت باطك. انزين خون زين. الو امي. يما كنت مشغوله، ايش فيك؟ شنو باكر بيجي؟ يعني باكر باكر ولا باكر بالمستقبل؟ زين الله يهداكم، انتوا كان قلتوا لي من قبل كان تجهز، جهزت عمري، اعرف شنو ابي اسوي، اروح الصاله. خلاص يما، خلاص 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 امي، خلاص حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله على خير، مع السلامه. هذا انتو، والله هذا انتو، ما ادري شلون ما يحبون امهم، يعني يقولون امي ندبرها نوقف وياها ابدا، ما شاء الله عليهم. ما لي الحين الا زهره اقول لها، اقول لها شو اسوي، اقول لها ايه شنو اسوي من اكل، شنو اسوي من شيء، لا تقعد تسوي لي. لا الو زهره، زهره ابراهيم بيجينا باكر. منو؟ هاي امه، شلونك الحين؟ ان شاء الله احسن.
انت للحين متكدره؟ شلون ما تبيني اتكدر يمه؟ ترى اللي صار معي مو شوي. ساعات احس ان اللي صار هذا كله كابوس. مو صدق. شلون هان علي فواز يتزوج واحدة ثانية غيري؟ سمعيني يا أمي، فواز ريال نكدي ويبي يدفنك بالحياة معاه، عشان كذي طلبي الطلاق. ولدي؟ ولدك خليه عنده، هو يربيه. شنو؟ خليه يربيه مع اللي خذاها؟ والله يمه أموت من القهر لو صار هذا الشيء. خليها تبوق ريلي وولدي بعد. أنتي حسبالك في مرة ترضى تربي عيال غيرها؟ أنتي طلبي الطلاق منه وشرطة عليه أن أمه اللي تربيه. زين ليش مو أنا اللي أربيه؟ أمول الولد مسؤولية، خليه عنده أحسن. بعدين بتصير حجة حق فواز، كل شوي بدش حياتك قصب، فخلي عنده. فكري بكلامي عدل. باب مبطل مو بالعاده. وي قطع شريحه. وداد وداد ويما هو ايش فيك؟ قعدي قعدي زين يا معوده. خرعتيني عبالي فيك شيء. ما فيني الا العافيه، هذا ريحه الماسك اللي انا حاطته. اي وي 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 ريحته تبط الراس. اي صادجه صادجه، انا اول ما حطيته ريحته اتفخت براسي، بس بعدين تعودت عليه، لانه هو يقول لك هاي شفت الطين الخاوه اول مثل كذي طين واعشاب من كذي يشد الوي ويسنعه. خليك انت الحين من الماسك قولي لي باكر بيجين ابراهيم. أيه. شو احطه؟ شو اسوي له؟ شو البس له؟ مستانسه انه بيجي باكر عقب هالغيبه. عاد زهره انت حق الشماته، استغفر الله. ايش فيك؟ الله يهداك. يعني ما تدريني انا ودي اقبل عليه، ودي يجينا وزورنا من زمان من زمان، متشفقه حق هالسالفه. بس الله يجازي اللي كان السبب. حسبي الله ونعم التحاسيب. ما علينا ما علينا، اذا بتحطين له بتقدمين خفايف، يبي سندويشات، يبي فطاير، زين، ويبي بعد شنو؟ طاوله التقديم اللي يابوها لك عيالك بعيد الام اللي طاف. تصدقين عاد من يابوها لي ولا استخدمتها. لا بس الحين يا وقتها عاد، عرفتي؟ وكلمي هاله خليها تجيب لك فطاير، خليها تجيب لك شنو سندويشات، تبوله وشنو يا رب، فتوش ولا اقول لك تبوله بلاها. لا يا معوده خاف تاكلين ولا شيء، ويقعد يلصق البقدونس هني بسنانك، يصير منظرك كلش ويع مين. والله لا 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 يا معوده، ويضيع برستيجك وما ادري شلون تصيرين. لا لا يا معوده، ويطير الريال من بالمره بعد ما يجي. يا علاتي وانا ماكله الفت هذه مالتك التبوله والبقدونس هي لاصقه بضروسي. شفتي؟ لا يا معوده تسلم بعد كاشخه والله. اي بعد شنو؟ اي صينية ورق عنب. اي عندي لك وحده تسوي ورق العنب ينن، عرفتي؟ اسمها ام محمود، سلمك الله. هذه عندها ورق عنب ناطع، ذقته مره عند جارتي. أيه. انزين ايش رايك ندق عليها عشان نحجز حق باكر؟ وش تنطرين ما تدقين؟ الحين ادق صبري. أيه. بعد ايش قاصرك؟ ايش قاصرني؟ اي
قرص عقالي عدل قرص عقالي اللي موت عليه ابراهيم روحه وعمره بالقرص عقالي الود ود يا زهره اسوي كل شيء اللي احبه كله احطه بالعزيمه بس عيال محلوله قرص عقالي اللي يحب ابراهيم السندي اي والله اي والله وانت صادق يا ربي متى يصير باكر ويطوف الوقت ويا ابراهيم السندي واشوفه واكحل عيوني بشوفته يا رب ان شاء الله ان شاء الله بيه وتشوفينه وتفرحين فيه هلا هلا حبيبتي اي نعم انا محمود امري تبين ورق عنب بالخلطه السريه حاضر متى تبينها لا لا حبيبتي باكر مزحومه ما اقدر كلش ما اقدر اي سامحيني سامحيني ما علي زين بقول لك تبينها حق باكر بس انت تنتخذين الخلطه إن شاء الله حاضر لأن تدرين يعني المندوب وايد مزحوم وايد عنده طلبات وما يقدر يفطر على البيوت كلها إن شاء الله حبيبتي تبين أعطيك رقم البيت خذي تفضلي في الجابرية شارع 4 منزل 1250 ويا بعد عمري انت بعد الله يزيدك من نعيم ان شاء الله حياك الله عليكم بالعافيه في انتظارك ان شاء الله باكر مع السلامه حبيبتي يا رب الله يزيد ويبارك ان شاء الله الحمد لله رب العالمين الو الو هلا فواز حبيبي شلونك؟ هلا يبا سويت مع مرتك؟ ما سويت شيء شلخت تليفونها وما ترد على التليفون شكله ماكو فايده مره زعلانه اكيد لازم تكون زعلانه ترى الوضع طبيعي على فكره ومتوقع بس اكيد راح تهدى لما تعرف انك راح تعادل بيني وبينها صح؟ ماكو فايده انا شكلي خسرتها خلاص قاعد افكر ابدل وقوم اروح حق ابوها الشركه. والكلمه بالموضوع بس عارف يقول لي انها تبي تطلق. لا ان شاء الله ما راح توصل لكذي. كل شيء ولا خراب البيوت. وبعدين ابيك تطمني اول باول، لا تخليني قاعد افكر بروحي وحاتي. ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر. زين ليش ما تمر علي؟ يعني انت قاعد بروحك ومرتك ببيت اهلها. وبعدين انا مرتك بعد. لا ما علي احتاج اكون بروحي هالفتره نفسيا مو مستقر ومو مرتاح خليني بعدين احسن بعد ان شاء الله يصير على بالها ان انا ما صدقت على الله انها تزعل واطلع خليني كذي على راحتك يلا انا اخليك الحين وبين اتصال ان شاء الله اوكي مع السلامه مساء الخير مساء النور هلا والله عمتي قاعده بروحك اليوم اشوف اي والله قاعده اشرب قهوتي شلونك تمام انت شلونك شو اخبارك بخير الله يسلمك صراحه عمتي انا تعمدت اي بكر قبل الكل وفي موضوع ودي اكلمك فيه فؤاد في شيء وعديني بالاول كلام ما يطلع حق احد حتى حق منال وهي قاعد تخرعني عمتي انا من تزوجت منال وانت هي شالتني شيل بهالبيت مو مخلي علي ولا قاصر عشان كذي احب الخير لك وحق هالبيت في شيء يقول صراحة هو في شيء عمتي عمي إبراهيم بيروح بيتهم سلمان ويقول بيشوف إبراهيم الصغير زين وكتب له تشيك بعشر آلاف دينار معقولة يا عمتي معقولة
بس انت لا تقولي هالكلام ولا تجيبي له طاري. شوفي هو يقول لك ولا لا، واذا قال لك خلي منال تروح معاه. بعد مو حلوه يعني يستفردون فيه اخر العمر ويخربون بينك وبينه، صح ولا انا غلطان؟ كلامك عدل، بس اذا هو ما يبي طاري مني الباكر انا ما اقدر اودي منال معاه. انا اقول لك شلون، سولفي وياه جرجري بالحكي ويمكن يقول لك. زين شنو قال بعد يبا؟ عمك انصدم، طلع فواز مو قايلهم عن شيء ولا يدرون عن زواجه الجديد، بس عمك وعدني انه ما راح يخلي الموضوع هذا ينتهي على خير وراح يسوي المستحيل عشان يخلي يطلقها. بس عمك سألني سؤال وإجابة هذا السؤال عندك يا بنتي. انت تبين فواز يطلق مرته الجديدة وتردي له ولا شنو تبين بالضبط؟ عمك يبي يعرف إجابة السؤال، يبي يعرف طلباتك شنو علشان يتصرف مع ولده. يا بنت القرار لك، فكري عدل. يعني إذا طلبت الطلاق عمي ما راح يخلي يطلق مرته ثانية وكذي؟ أكيد يا بنتي، إذا طلبت الطلاق ما راح يقول أطلق مرتك الجديدة، بس كل اللي قاله إنه ما راح يخليها تدخل بيته ولا راح يعترف فيها لا قدام الناس ولا قدام العائلة. فالقرار عندك يا بنتي. إبراهيم؟ هلا. أقول لمسيان اليوم ش عندك؟ ش عندي؟ من عوايدي تسأليني وين رايح ولا منين جاي؟ خير إن شاء الله؟ لا، أنا قلت الجو تعدل، خلنا نروح المباركة نتمشى. هي ما يخالف، ما عندي مانع، بس مو اليوم، اليوم أنا مشغول، خليها باكر. ليش مو اليوم؟ ليش باكر؟ قايل لك أنا إن اليوم عندي شغل، عندي اجتماع، مرتبط مع ناس، وتأخرت عليهم. يلا مع السلامة. مع السلامة. ريم. هاي ما أقول لك، ما أدري كأنك متأخرة اليوم صح؟ لا يما، مو تدرين إن أنا اليوم عندي دورة من البنك وحضوري الساعة 11؟ زين يلا. إيش فيك يما؟ الله يخلقي من البيت صراحة، أبي أطلع شوية أغير جو، ما أدري. زين إيش رأيك نروح نتريق؟ يلا. بس نروح نفس الفندق اللي فيه الدورة، أوكي؟ يلا، ما راح تأخرين؟ لا يما، أوكي، يلا راح أجهز. يلا حبيبتي. أهلا وسهلا سيد بسام، وأخيراً شفناك. نقعد شوي من وقتك تعطينا نتكلم عن موضوع الشراكة اللي بيننا، بين شركتكم وشركتنا. أنا هالأيام جدولي مزدحم، يعني بعد 4 ساعات رايح دبي عندي مناقصة بوقعها وبرجع. أنا ما أبي منكم شيء. حالات الجو. الله يرضى عليك، ما اقول لك بروح نتريق بالفندق، جابتني هني ما تشوفين الزحمه. تغيير جو شوي، نقعد برا، نقعد بالفندق قمته وداخل وما ادري ايش. لا نقعد بالجو حلو، مش حلات ايش. تشوفي الطاوله هذه اوكي؟ ايه يلا. ما نشوف واحده ثانيه؟ لا زين بسم الله. عيل انا اروح انادي احد من داخل ويك. لا تحك تم، في عندنا احنا تواصل مع جميع البروجرات والفشل. Could you take my order please? Okay, thank you. ريم. ريم شلونك؟ طبعا عارفك ريم العادل خطيبتي. شرفنا. قومي نمشي هني بسرعة. طبعاً. يما تديرة تاس مطعم، يلا قومي. إيش فيك صاير؟ يما بعدين أفهمك، قومي خلينا نمشي. إيش صاير؟ يما بعدين أفهمك، قومي. قومي بسرعة. لا إله إلا. قولي لي إيش صاير؟ شفت بسام داخل معاه بنت. وتخيلي شنو يقول حق البنت، يعرفها علي على أساس إني أنا خطيبته. صدق إنه وقح وما يستحي على وجهه. يما خلينا نروح نتريق بمكان ثاني وأرجعك البيت وأنا أروح الدوام. ما لي خلق هالبسام يتنطط لي كل شوي. وهو مضايقك من قبل؟ متعرض لك؟
سوالك شيء قولي لي عشان انا وابوك نعرف شلون نتصرف وياه. يما مو وقت الحين، خلنا نمشي. بسج ما شبعتي نوم. يما في اخبار جديده عن فواز؟ وهذا كفو الواحد ينطر اخباره. قومي 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 خلينا نطلع نغير جو، ما مليتي من الدار. قومي. ما مالي خلق كلش. سمعيني يا امول، بقول لك كلمتين وحطيهم براسك عدل. عمرك لا تفكرين تنطرين احد يحن عليك ويدللك. انت حني على نفسك ودلليها، واللي بيعك لا تشترينه، لانه لو عارف قيمتك ما رخص فيك من الاول. والدنيا ما توقف على احد. سيما فواز رايلي وابو ولدي. انا لما خسرت خسرت وايد اشياء. الريل بداله ريل، باكر تاخذين اللي احسن منه. شنو يعني ما؟ سويت واحد غير فواز؟ مثل ما هان عليه وخذا وحده غيرك، الشرع يحللك عقب الطلاق تاخذين غيره. قومي تركينا من سيرة فواز. يلا قومي نزلي تحت، أبيك بموضوع. يلا قومي عن الكسل، يلا قومي لا تطولين، ترى خوش مفاجأة لا تطوفك. ألو فواز الناجي؟ ايه خلي دش. يلا هذا الشبي ما يستحي جاينا لهني. اهدى وخلني انا اتكلم وياه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عمي؟ هلا يبا. السلام شلونك؟ هلا. استريح. عدوك الريح عمي. عمي انا عارف ان انت ضايق مني وزعلان علي وماخذ بخاطرك، بس أنا جاي اليوم عشان أقول لك الأسباب اللي خلتني أسوي كذي، وأتمنى إنك تقدرها. ما تستحي؟ ها؟ شنو الأسباب اللي تبي أبوي يقدرها ويفهمها؟ صاحي ولا مينون ولا شنو بالضبط؟ بعدين تعال، أنت شلون تتزوج سكرتيرتك على أختي؟ أنت أدري أختي منو؟ بنت عمك يا فواز اللي كنت بتموت عشان تاخذها. إيش فيك؟ بسام، خلني أنا أتكلم ويا ولد عمك. يبا بصراحة ماكو شيء ينقال حق الأخ. شوف انت لازم تطلق هاللف اللي ماخذها، فاهم؟ حاضر. انا مستعد اسوي اللي تبونه يا عمي، اطلقها. بس بالاول بعرف امال للحين تبيني ولا لا؟ شوف يا فواز، انا تكلمت مع امال بخصوص زواجكم. قلت لها اذا فواز طلق مرته ترجعين له؟ قالت يبا عطني وقت علشان افكر وبعدين اقرر. وانا ايش راح اسوي الحين؟ اللي فهمته تحسبالك سهل عند المرة ان رايلها يتزوج عليها؟ اذا مو عارف السنة قول لي اعلمك اياه. وانت منو اللي تعلمني السنة؟ انا يا بسام تزوجت على سنة الله ورسوله، ما رحت كلمت واحدة على خطيبتي وفليت خطبتي. مرة ثانية لو بغيت تسولف عن السنة تعلمها انت بالاول. الحشيمة حق عمي ولا عرفت ارد عليك؟ انت منو تدخل بخصوصياتي؟ انت شكو؟ بعدين انا كنت خاطب مو مرتبط رسمي، وما عندي ولد صغير الله يعلم شلون بيعيش بين ام وابو مطلقين بهالعمر. الحين كل واحد يرفع صوته وانا موجود؟ أنا ابنك يبا. يرضيك عمي، يرضيك الطريقة اللي قاعد يكلمني فيها بسام، مو سالفة هذه. بسام ما يلام، محتر على أخته، والله أعلم بحالها. أنت غلطت يوم تزوجت، وغلطت أكثر يوم أنك اتخذت القرار بروحك. كان المفروض تستشيرها وتقول لها تعيش مع شريكة ولا تطلقها وتعطيها حقوقها. عمي، أنا ريان شاريها، هذه بنت عمي، أنا عشت عمري كله أحبها، مستعد أسويها اللي تبي. بس خل نرد، دبرني، تصرف عمي. ما في إلا ننطر لما أمال تهدى وتفكر وتقرر، ساعتها أنا بلغك.
مي ممكن اكلمك بموضوع؟ زين انت روحي انا اجيك انا اسال. هلا دلول. هلا مي شلونك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله. في موضوع ودي اقول لك عنه بس خايفه ما تزعلين. شنو هو؟ بس حلف انك ما تزعلين. دلال لا تخير عيني، بعدين لا يكون سامع اني حكي مو زين بالمدرسه. لا لا كلش مو كذي. شوفي امس كنت ناسيه فاني بالصاله، كان اخوي العود ياخذه ويتعبث فيه وانا ما ادري. ليش مو حاطه له باسورد؟ لانه كله انسى وينقفل معاي الفون واتوهق. المهم قاعد يطالع الانستا مالي، من ضمن الصور اللي شافها شاف صورتك اللي كنت حطيتها وكاتب عليها ببعد يمين. زين وبعدين؟ اخوي يقول انك احلى بنت شافها بحياته ووايد استانس عليك، واصر اني اسالك اذا كان عندك مانع تكلمينه او لا. دلال انا مو رايت هالسوالف، بعدين انا بنيه متربيه ومستحيل اخون ثقه امي فيني. زين شرد على اخوي؟ اللي سمعتي عن اذنك، انا بروح قبل لا تبلش الحصه. لورا ماما اليوم ما تسوين اكل، ما في طباخ، بس تنظفين. بابا كبير عود يجي هني، زين غسل الحمامات عدل، سويهم كذي يبرقون، والارضيه مسحيها مره ثانيه. زين اوكي. الله يعبك يا يما، الله يعبك. هلا امي. هلا اماتك وين؟ يعان ابي اكل. يما ماكو اكل. شنو ماكو اكل؟ اي والله يما ماكو اكل، ما طبخنا انا ولورا اليوم، بس قاعدين ننظف عشان ابوك بي اليوم. وانا شنو اكل؟ شنو تاكل بعد؟ روحي جيب لنا دياي شوايه وجيب لنا حمص ومتبل وثوم بعد. ثوم بعد؟ إيه؟ زين سلمان ليش ما تكتشين نفس ما تكتشيني انا يعني؟ لا سلمان بيته هالمرتبي تقدى، وعقب ما يتقدم بي هو ويا مرته علشان ابوك. زين الحين شنو اكل؟ روح جيب لنا دياي شوايه. ايش فيك بعد يعني؟ شو مره اقول؟ تعال حكيك. امر على بيت ام محمود يبو ورق العنب لا تنسى. اي ورق عنب من ام محمود؟ انت ما عليك، روح انت روح. انا ادز لك بالواتساب ادز لك العنوان. روح يلا لا تبطين سرعة، تحرك كدشنا بهالحر.